واش حنايا هاد القطاع هذا باغيين يقضيو عليه؟ المتي هذا راه ظلم، هذا تعدوا هذا. وخا النقابات قلنا مشوف حالكم، حنا ما مشيوش فحالنا، تستجبنا الطلبات ديالنا بعدا هو الاول. حنا النقابه كتبيع بارديتو، ما كاينش تخرشيش، عمرو حققوا لكم شي حاجه؟ واش سيره الاجره والسائق المهني هم المسببين الوحيدين داء كورونا؟ القاعات كوفيد غير علينا حنايا، غير التاكسي بوحدو. اخي هذه الوقفه هذه جاتنا احتجاج على هذا القرار وزاري على ان التاكس يهز 50%، و 50% مضرورين فيها حنايا، الطوبيس كتهز تقريبا 100%، وما كاينش اللي يهضر معها واللي يقول لها شنو كاين، وبلا تباعد ولا كمامه. وهل انتم كتشوفوا بعينكم هذه النظرات هذه؟ واش حنايا هذا القطاع هذا باغيين يقضيو عليه؟ هذه راه قطاع سياحي. ومرة أخرى صبرنا على الضرورة، كانت كورونا يعني قلنا تباعد ضروري منه، صبرنا 3 شهور جوزناها كنخلصوا من الجيم ديالنا. أما دابا راه ضرورة هذه بالنسبة لنا حنايا، التاكسي عنده الأسطور جديد، كل واحد في البلاصة ديالو. حنا عندنا التاكسي كبير وراه جديد وأسطور جديد، وراه كل واحد في البلاصة ديالو بالكمامة ديالو. علاش غنعملوا؟ عندنا 5 الناس ماشي 6 الناس، 75% قلنا نكتكافوا بها. هزيت واحد جوج مازين 3 خليني في الترامبيه، هزيت دابا انا تاكسي صغير، هزيت 3 الناس جاوني السيده عيانه، قلت له الله يجزيك بخير، طبقوا لنا القانون 2 الناس. هاد السيد غادي يجي ماشين الطبيب، عباد الله موكل هذا ماشين الطبيب، ماشي شبر تاكسي صغير 20 درهم 20 درهم 40، ماشي هذا الظلم، هذا الظلم، عائله وحده وماشي ماما هنا الطبيب، هذا الظلم هذا. أنا بدي يكون ولادي عاملين هادشي هذا، ماشي معنى التاكسي تجيب ولادي يعملوا لهم هادشي هذا، راه ظلم هذا، تعدوا هذا، والطوبيس هز تبارك الله، تشحد المواطن هز، تا كمامة ما عاملين هادشي، والتاكسي حنا 10000 درهم في العام كنخلصوا واخا، راه ماشي سهلة، ويجيو شحال المسؤولين يجريو علينا حنا نمشيو بحالنا، شكون اللي غيعدينا الواجبات ديالنا؟ الحل اللي كنطلبوه خليونا كما كنا وخليونا ترانكيل، خدموا على وليداتنا. والا يديونا الحبس كاملين بينا، راه غادي نجيو نشدو هادشي كامل ويديونا الحبس صافي. النقابه كتبيع بارديتو، ما كاينش تخرشيش، نيشان عيط ما خلطو مالا، عمرهم حققوا شي حاجه؟ وقولوا لي يلا السائقين عمرو حققوا لكم شي حاجه؟ ابدا. كنطلعوا للولايه كنبقاو مع متزين تمايا، كيطلع الو الو فرق ديك الشمايت كيفرقونا، كنمشيو بحالنا. سيدي لا حب الملوك، مرارا 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 بعتونا، مرارا شللتونا صرفتونا. حنايا ما غادي نفرقوش الشمل، وخا النقابات قلنا مشيو بحالكم، حنا ما نمشيوش بحالنا، تستجبنا الطلبات ديالنا بعدا هو الاول. حنايا الطلبات ديالنا هي نخدموا باريحيه، حنا عامين وحنا واقفين، عامين وحنا مضرورين، ما كنجيبوش حتى باش نجيبوا الاولاد ما ياكلوا في الدار، ودابا صارت المياه ديالنا نتحركوا فيه شويه، غتقول لي مشي توقف. ما واقفش، واخا تقول النقابة ماشي تخدم ما غنخدمش، تستجب الطلبة ديالنا هي الأولى، رجعوا خدامي حرين، الطوبيس كتجي حتى من الآخر ديال عمرة، وحنا القاعات كوفيد غير علينا حنايا، غير التاكسي بوحدو هو اللي يخلص الفاتورة، أمر خطاف والنقل السيري كيخدم أريحية في وسط البلاد. هذه الوقفة الاحتجاجية اليوم اللي مجتمعين فيها ساحة الجامعة العربية، وهي مجموعين سائق المهني مدينة طنجة جلهم يعني بصنف سائق سيره الاجره بصنفها الصغيره والكبيره، سائقين مهنيين طبعا كاملين، جاوا يعبروا على السخط ديالهم وعلى الغضب ديالهم من واحد القرار ديال الحكومه. الحق الله ما عندنا ما نقولوا، هي الحكومه كتاخذ بعض الاجراءات اللي باش تحفظ المواطنين ديالها من هذا الوباء الله يرفعه علينا، ولكن خصها راعي وجان مراعاه ضروري، خصو يكون من الناحيه ديال ان خرجنا من العواشر، خرجنا من الاضاحي، كاين الناس سائقين مهنيين يعني عملوا كريديات باش ضحى، وناس اللي الحق الله مضروره بعده جوانب، استبشرنا خيرا بقدوم الصيف باش نحركوا شويه الحركه وندبروا عاود ما تيسر لوليداتنا الدخول المدرسي وهذه المسائل كامله اللي كيعرفها الجميع.
تماما، ماشي كتعويض ولكن هو عمل ديالنا يعني على طول السنه، ولكن حنا لحقد الله بهذا القرار المفاجئ تفاجأنا، سبب واحد الارباك من الناحيه القانونيه، ما عرفناش احنا الولايه واش تطبق على هذا القانون يعني بحذافيره 30%. واحد الحاجه مهمه خصني نذكرها ما ننساهاش، الا وهو يعني ازدواجيه المعايير، واش سياره الاجره والسائق المهني هم مسببين وحيدين داء كورونا؟ النقل السري راه الى جيت تلاحظ وثم كتلاحظوا الجامع كيلاحظ ان كيهزوا بالعشره وبال12 وبال13 وبال14 وطوبيس حدث ولا حرج، النقل المزدوج كذلك ما كيراعوا فيها لا كمامه لا 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 حتى لا مسائل احترازيه لا حتى شي حاجه، الا ان كنتفاجئوا سياره الاجره بوحده اللي كنزل عليها هذا القرار هذا اللي كنشوف الحقيقه حنا كسائقين مهنيين قرار ظالم قرار مشحف حقنا. ومسألة أخرى هي أن بعض المسائل اللي حطتها الولاية الحكومة، طبعا الولاية هي مجرد سلطة تنفيذية، احنا عارفين أنه قرار حكومي، ولكن هو أن إلزامية السائق المهني أنه هو ثلاثة، زائد أنه يتحمل مسؤولية الكلية اللي غيطلع معاه، يلزموا بالكمامة ويلزموا أنه يلبس الكمامة ويطلع معاه، وهذا في الحقيقة اللي غيسبب لنا احنا ضرر كبير وغيسبب لنا مشكل مع الكليان. كاين واحد اللي غيلتزم، كاين واحد اللي ما غيلتزمش، غيوقع لك شناآن، غيوقع لك صداع مع الناس، ونرجو من الله عز وجل أن ينزل علينا الوباء والبلاء، ونتمناو من الجميع يكون خير والله يسخر الأمور. السلام عليكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.